لنا العلاقة بين الفن التشكيلي وفن التمثيل؟ بص، دي حاجة، هيدي شيء وهيدا شيء تاني. يعني التمثيل بيبقى موهبة والرسم بيبقى موهبة، بس الرسم بتنميه بالدراسة، أما التمثيل حتى لو ما كانش في دراسة يعني بينمى مع نفسه. والموهبة يعني شخص زي أحمد يقدر يجمع موهبتين مع بعض، اللي هي فن تشكيلي على هذا المستوى وتمثيل بشكل رائع، وخصوصا هلا آخر مسلسل، ما بعرف إذا هو خبركم عنه، آخر مسلسل عم بيساويه اختراق. أنا حضرت بعض اللقطات من التصوير وحضرت البرومو اللي عاملينه، يعني أنا ما تخيلت حالي أبدا بوصل لمرحلة إنه أحضر عمل عربي، مش هقول أجنبي لأنه عربي هو، لأنه في أجنبي وسعودي، أحضر برومو لعمل عربي فكر حالي عم بحضر شيء أجنبي، يعني شيء فوق الطبيعة.